تكذب لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول الصدق لا تكذب نبي تضحك وتتفرج وبد مقصدنا نحرج صارحنا عن اسرارك وموقف حصل وياك لا تكذب وقول واليوم من السندباد نبتدي حلقتنا وسندباد من بغداد. ترى في وايد ناس طلعت ما تعرف هالمعلومة ان السندباد اصلا من وين؟ من بغداد. بس احنا اليوم بالبصرة، اهم شيء ان احنا بين ناسنا واهلنا واحبابنا. واليوم سؤالنا شنو يقول؟ يلا وين؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية، شلونك؟ الله يسلمك. طيب ان شاء الله الحمد لله. اليوم الجو حلو، جو نعمة، وياي تتمشى اليوم على الكورنيش. اي والله البصرة بعد هاي. اي طبعا. شو اسمك بالخير؟ عمار. عمار عمار والنعم. عمار عمار، احنا برنامجنا ان شاء الله اسمه لا تكذب. لا تكذب. ايه انت شكلك تكذب كنا ولا ما تكذب؟ اقولها زين. عمار سؤال بسيط، شنو شيء ندمت عليه بحياتك سويته وتحسفت عليه؟ انطيت ناس اكبر من حجمها. انطيت ناس اكبر من حجمها. اي وللحين هم بحياتك ولا لا؟ راحوا بعد. خلاص ابد. وداعا. وداعا. ودعتهم كلش. يعطيك العافيه. شيء سويته ايام شبابك ولا طفولتك ولا مراهقتك ولا حتى لو قبل سنه ان شاء الله ولا يوم، شيء سويته وندمت وتحسفت عليه شنو؟ خليك صريح. ها حبيت الحب. ايه. حبيت بعد صريح. هاي صريح. حبيت. مع انه يقولون الحب حلو. هو حلو. ايه؟ بس المقابل جدا يخون. طلعت مخيوم. الله اكبر. عاد والله ما تستاهل يا ابو عمار، ما تستاهل. شنو الشيء سويته وتحسفت عليه ندمت انك سويته؟ اني غادرت العراق. ان شلون غادرت العراق؟ وين رحت؟ رحت للدوله ورجعت. رديت حق اصلك؟ شيكي. رديت حق موطنك؟ شيكي. زين وش كثر غادرت العراق؟ كم يوم؟ كم سنه؟ لا شيء بسيط تقريبا اشهر. اشهر. وشنو اكثر شيء حنيت له هني بالعراق وانت مسافر؟ اكثر شيء اشتقت له؟ الاهلي وناسي. غير الاهل والناس؟ هي الارض لك. الارض هي اكيد. ينطيك العافيه. ما تقصر. شيء سويته بحياتك وتحسفت وندمت عليه شنو؟ اقنع نفسي اني ضعيف مو قادر. زين حاولت رجيم؟ احب الاكل. تحب الاكل. حاولت كومو. ها كومو. يعني شنو؟ هواي. وايد حلويات. زين متى اخر مره سويت رجيم؟ امس. امس. واليوم ما اكل باكر. الله يوفقك والله. شيء سويته بحياتك او وانت اصغر من كذي شباب، انت للحين شباب طبعا، بمراهقتك وتحسفت عليه شنو؟ والله ما عزوش. ايش بيك؟ وايد مكذب. وايد مكذب؟ واي. زين بنغير السؤال، شنو اكبر كذبه كذبتها؟ اكبر كذبه كذبتها اشتريت كاديلاك. اشتريت كاديلاك. شنو يعني اشتريت كدلك؟ كذبت انك شاري كدلك. اي اي فهمنا فهمنا. زين وانت بالاصل شريت كاديلاك؟ لا ما اشتريت. شنو سيارتك؟ ما اشتريت اللي هسه. اللي هسه ما اشتريت. كم عمرك؟ عمري 23. الله يرزقك ان شاء الله وتاخذ احسن من الكاديلاك. شنو الشيء سويته وندمت عليه تحسفت عليه؟ ندمت عليه والله حبيت. انت كم عمرك؟ انا 20. تحسفت انك حبيت وانت بعمر العشرين؟ اي والله. ابي شيء سويته بحياتك وتحسفت انك سويته وندمت، يعني عضيت اصابع الندم، شنو الشيء؟ الاقارب. الاقارب. العقارب؟ العقارب. الاقارب. الاقارب. ليش شنو صار؟ اطعنوك؟ يعني عطيتهم خير وما ردولك؟ ردولي شر. لا ان شاء الله الله يعوضك بناس احسن. شكرا. يعطيك العافيه.
شيء تحسفت علينا بالسؤال الأخ؟ والله شيء تحسفت. ندمت عليه ندم كبير. يعني ما كمل الدراسة. صدق هذا الواحد فعلا يتحسف عليه. اي بس سو طلعت سادس علمي. زين ما فكرت تكمل دراستك؟ والله بعد تعينت يعني صرت بوظيفة بس ما صارت الفرصة بعد أكمل. الله يوفقك إن شاء الله. يعطيك العافية. شيء تحسفت عليه بحياتك بأيام مراهقتك بأصغر شيء سويته وندمت عليه ندم يعني عضيت أصابعك؟ بطلت من المدرسة. ليش طلعت من المدرسة؟ من أي صف طلعت؟ السادس. ما فكرت تكمل؟ لا كلش لا ما وفقت. الله يوفقك. برنامجنا اسمه لا تشذب. أهلا وسهلا. شنو الشيء سويته وندمت وتحسبت عليه؟ قد شعر راسك؟ ما مسوي شيء الحمد لله والشكر. كل اللي سويته صح؟ صح ان شاء الله. كل اللي سويته ما غلط فيه؟ ان شاء الله ما غلط. كلش؟ ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. شيء سويته وندمت وتحسبت عليه شنو؟ بحياتي. أكثر شيء يعني لابد ان الانسان يطيح بسقطات بأخطاء وندم عليها. شيء طحت وندمت عليها. مثل سويت عملية وندمت عليها. عملية تجميلية؟ لا. ها. والله ديسك غضروف ما وطلع مو هو السبب. ها سريان مسدود. بس وشون عرفت؟ راجعت اختصاص. ايه قال هاي مو يوم العملية وهاي منو فتح رقبتك ومنو خلاك. وين سويت العملية؟ هنا في البصرة. ما تشوف شر. ايه ألف لا باس عليك. الله يرحمك. ينطيك العافية. أبي شيء سويته بحياتك وندمت عليه ندم كثر شعر راسك شنو؟ والله أبي الصج. ها؟ يعني عطني شيء كبير ندمت عليه. صادقت. أي. بنت ولا ولد؟ لا بنت. آه. أي. خانوك؟ أي خانتنا. أفا. والله. هذا هني كم كان عمرك؟ بال23. وللحين ما نسيت؟ أبد. شوف الوفاء، شوف الوفاء. وفي ناس تحب اليوم وباكر تنسى. عطني شيء ندمت عليه وتحسبت عليه بحياتك سويته، شيء وايد تحسبت عليه، قلت أخ لو يرد فيني الزمن ما أسوي. تزوجت. الزواج. لو يرد فيك الزمن ما تتزوج؟ لا. كلش؟ أبد. خاف زوجتك تشوفك الحين. ما أشوف. ما تشوف؟ أنا راح أخليها تشوف. خل شوف. شوف الكاميرا. شوف. أنا تحسبت على الزواج. شوف ساعت الكاميرا. ساعة السودة تزوجت. شنو؟ ساعة السودة اللي تزوجت بيها. التوبة. من هالنوبة؟ مرة واحدة واحد يصير زوج مرتين. مرة واحدة. ايه. طبعا شفنا الآراء بين حب وبين زواج وبين دراسة وبكذي نختم اليوم الحلقة ونشوفكم مع حلقة جديدة. ولي سلام. لا تلف وتدور. قول الصدق.